انتوا عارفين بدأت امتحانات النقل وبدأت صفحات العار، يعني هو عار لأصحابها، لكن يعني هي بالنسبة للي بيعمل كده وبياخد فلوس طبعا مش شايف أي عار، لأنه يعني ما بقاش فيه شرف أصلا يعني عند هؤلاء. فبدأت صفحات الغش الإلكتروني تتداول من أمس مثلا والنهاردة أسئلة وإجابات امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بعدد من الملاحظات عقب بدء الامتحان فور. بحسب بعض المواقع تم تداول امتحان الهندسة تانية اعدادي بإدارة دشنة التعليمية هنا، علوم ستة ابتدائي اسماعيلية، دراسات تانية اعدادي أليوبية، انجليزي تانية اعدادي جيزة، انجليزي اولى ثانوي سوهاج. استاذة داليا الحزاوي خبيرة التربوية وعضو ائتلاف اولياء امور مصر، مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك. يعني ما صحة هذا الامر الاول؟ هو حضرتك عضو الائتلاف ولا رئيس الائتلاف؟ لا انا مؤسسته. طيب ومفيش غيري يعني. ما انا بقول برضو انا بقول في حاجه مش مظبوطه. طيب يا فندم اهلا بيكي، وقولي لنا مدى دقه الكلام ده يا فندم. من متابعتي لسير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للاسف عاد المشهد من جديد، جروبات الشومينج على التليجرام بقى في تداول يومي لصور اسئله الامتحان داخل اللجان، وبعد شويه بيبقى الاجابات. تصور حضرتك لده انه واحد بيصور ويبعت من جوه اللجنه؟ ايوه يعني بعد دخول الطلاب بوقت صغير جدا بيتم عمليه بتبقى جاهزه بقى مدرسين عشان يجاوبوا ويبعتوا. للاسف. هل تصور للأسف. حضرتك ان ده طلبة ولا إداريين ولا مدرسين ولا إيه بالظبط؟ يعني هو المشهد ده اللي احنا شايفينه المخزي ده أكيد يعني بيفتح علامة استفهام كبيرة. يعني يعني مش طلبة بس، حضرتك عايزة يعني تقول كده؟ ايوه الموضوع محتاج فعلا ان احنا ندق ناقوس الخطر وفعلا نقف على مين المتسبب في الظاهرة اللي هي نزلت كمان لصفوف النقل. يعني احنا كنا على طول عارفين ان ممكن يحصل بعض التجاوزات في الشهادات، ولكن ان هي يبقى صفوف النقل ده حاجة طبعا يعني سيئة جدا. وزارة التربية والتعليم ردت على اي حاجة من الحاجات دي اللي بالادلة هي والاسامي والاماكن والمستندات؟ هو بصراحة يعني تعليم الجيزة اتخذت موقف يعني انا احييها عليه بصراحة، ان هي الغت امتحان اربع طلاب واعتبروه عام رسوب ليهم ومش هيدخلوا دور تاني. كانوا تم يعني ضبطهم بالغش وحرموا معلم في مدرسة الشهيد أحمد خالد الحجار من أعمال الامتحانات وعملوا له توقيع جزاء 7 أيام. أنا شايفة طبعا يعني أربع طلاب بس في اللي احنا سامعينه ده، احنا محتاجين يعني إجراءات أكثر رادعة للطلاب دي. بس من الطلاب دلوقتي معلم ده كان عمل إيه اللي خد 7 أيام ده؟ انا متهيألي هي في نفس اللجنه بتاعه الطلاب دي، ان هو اخد لفت بقى توقيع جزاء عليه لمده 7 ايام. متهيألي احنا محتاجين مثلا تواطؤ او شيء من هذا القبيل. يعني يعني هو مفيش تفسير، بس هو الخبر كان في نفس السياق بتاع الطلبه الاربعه حرمان المعلم من اعمال الامتحانات وتوقيع جزاء عليه لمده 7 ايام. بجلالة قدرها ما ردتش ردا حاسما على كل الحوادث دي، سايبة كل يعني إدارة كده تشوف إيه اللي بيحصل إذا كانت هتتخذ أو لا. هي مأساة. ليه بقى؟ لأنها فعلا بتسبب إحباط للطالب المجتهد وبتخليه يحس إن حقه ضايع، وبتخلي كمان الطالب الكسول يزداد في كسله. يعني أنا لما أعرف إن هننتظر بعد إذن حضرتك كده يومين ولا حاجة نشوف وزارة التربية والتعليم هتعمل إيه، لأن معاها أوراق الإجابة وعندها اللجان اللي أنتوا ذكرتوها. بشكرك حضرتك جدا داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة التربوية، وهنشوف بقى إيه اللي هيحصل، لأن إلغاء الامتحان كمان للجنة كاملة ده مش حل، لأن فيها اللي غش وفيها اللي ما غشش. ده الموضوع لازم يتحصر كده ويتلم ويتحط كاميرا على اللجان دي ويتشاف مين اللي نقل، ويتعرف مين اللي صور الورق ومين اللي بعته من عدم
حملت الضمير